جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: بدأت أصلي عندما كان سني في 15، لكني كنت غير مواظبة على الصلاة، وعندما وصل سني إلى 20 سنة كنت غير راضية عن صلاتي، فالتزمت بالحجاب وحسنت من صلاتي، وأنا الآن عمري 30 سنة. قال لي بعض الناس: يجب علي أن أعيد ما فاتني من الصلاة، وعلي إعادة صلاتي التي صليتها من قبل. وأنا الآن أصلي صلاة الضحى 4 ركعات قبل الظهر، واثنتين بعد الظهر، وأربع قبل العصر، واثنتين بعد المغرب، وخمس بعد العشاء. هل هذه النوافل تكفي دون أن أعيد ما فاتني أو أقضي؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت قد صليت في الماضي الحمد لله يكفي هذا، ولو كان فيه شيء من النقص. وعليك بالمحافظة على الصلاة في المستقبل، والحرص على النوافل المشروعة مثل قيام الليل، مثل صلاة الضحى، مثل الوتر، الرواتب التي مع الصلوات، وفي هذا الخير الكثير إن شاء الله. وأما القضاء فلا قضاء عليك، والحمد لله. نعم.